حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الصحفي عامر الهوادي. أرحب بك أستاذ عامر، لو تطلعنا على آخر تطورات مدينة دير الزور على الصعيد الميداني. نعم، تحياتي لك أستاذ مؤمن والسادة مشاهدي قناة دار الإيمان. أبدأ معك بالتطورات التي ذكرتموها، وما زالت يعني الاشتباكات على أشدها، إن كان في محيط مطار دير الزور العسكري، وكذلك الأمر بالهجوم الذي ذكرتموه من قبل تنظيم داعش الذي انطلق منذ مساء الأمس لغاية هذه اللحظة. نتحدث عن أطراف، هناك أعداد من القتلى والجرحى أيضا في صفوف قوات النظام. نعم، نوثق بين كل ساعة وأخرى أكثر من 3 قتلى يتم تشييعهم من المشفى العسكري التابع للنظام. نتحدث عن اشتباكات كما ذكرت لك أخي مؤمن بأطراف حي الحويقة الغربية، الانفجارات لغاية هذه اللحظة تسمع في مدينة دير الزور. كذلك الأمر هناك قتلى يعني من تنظيم داعش وأيضا من عناصر النظام. الاشتباكات متزامنة أيضا مع قصف من طيران روسيا وطيران الأسد يستهدف مناطق الاشتباكات. كذلك الأمر طال قصف مماثل لجبل ثردة المتاخم للمطار. كذلك الأمر محيط مطار دير الزور العسكري، مدفعية النظام تولت القصف على مناطق الاشتباكات أيضا ومناطق سيطرة تنظيم داعش، وأقصد هنا مساكن المدنيين الذين تحدثنا عنهم كثيرا خلال مداخلات سابقة بأنهم هم الوحيدون الذين يتم استهدافهم من كلا التنظيم أو النظام. أيضا طيران التحالف الدولي كان له نصيب مميز خلال الساعات الماضية، خصوصا عندما استهدف المكاتب الإعلامية والدعوية التابعة لتنظيم داعش، وهذه المكاتب التي تقوم بنشر الأقراص الليزرية والمنشورات وتجند الأطفال لمعسكرات أشبال الخلافة حسب زعم التنظيم. تم استهداف مكتب إعلامي في ناحية العشارة بالريف الشرقي لمدينة دير الزور. كذلك الأمر تم استهداف مكتب مماثل ومشابه، مكتب دعوي وإعلامي لتنظيم داعش بقرية سبيخان. كذلك الأمر ما زاد الطين بلة لمأساة الأهالي في المناطق الشرقية التي نتحدث عنها، هو استهداف طيران التحالف بالرشاشات الثقيلة للمعابر المائية التي يستخدمها الأهالي ما أخرجها عن الخدمة تماما. كذلك الأمر أمر لافت خلال 4 أيام وما زلنا نوثق حالات دهس بسيارات تابعة لتنظيم داعش. يعني آخر الحالات كان خلال الساعات الماضية بمنطقة المجاودة بمدينة المكمل بالريف الشرقي، تم دهس طفل يبلغ من العمر 14 أعوام من قبل، يعني تستهدف مدنيين هذه العمليات لا تستهدف عناصر. نعم، يعني عمليات الدهس تقصد أخي مؤمن؟ نعم، أقصد على عمليات الدهس. نعم، هي من قبل عناصر داعش للأهالي أو الأطفال الذين يكونون في الشوارع، والأهالي يرضخون لأحكام داعش في المحاكم الشرعية الخاصة بتنظيم داعش. ولكن بعد ذلك شاهدنا خلال أيضا الأيام الماضية ازدياد عدد قتلى تنظيم داعش على يد مجهولين في مدينة البوكمال، والبعض منها ثارات والبعض منها خلايا نائمة، والبعض يعني كما يعلم الجميع يعني أخذ حقوق من تنظيم داعش، أو البعض رجح وجود كتائب للجيش السوري الحر منتشرة سرا داخل هذه المناطق أو ما يسمى بالخلايا النائمة التي ذكرناها. إذا سمحت لي أن أنتقل سريعا إلى الأمور الطبية التي وثقناها في الساعات الماضية، خصوصا أن محافظة دير الزور تشهد ارتفاعا بأسعار الأدوية خصوصا في مناطق داعش ومناطق سيطرة النظام. قمنا بجولة ميدانية من خلال الراصدين على مناطق سيطرة النظام، تبين بأن أغلب الأدوية مفقودة، والأدوية المتوفرة حاليا بالصيدليات أسعارها مرتفعة، وتباع الأدوية المتوفرة بعشرة أضعاف سعرها الحقيقي. رصدنا مثلا أخي مؤمن سعر ظرف مسكن الآلام أو المعروف بالسيتامول أو البنادول أو سيتاكودائين والبروفين، 10 حبات فقط بألف ليرة سورية، وظرف حب الالتهاب وصل سعره إلى 800 ليرة سورية، وإبرة المسكن والمعروفة بالدقلون رصدناها ب 400 ليرة سورية إن توفرت. طبعا أيضا من جديد ينتشر بمناطق سيطرة النظام مرض العشاء الليلي، بحيث لا يستطيع الشخص المصاب به الرؤية ليلا، وعلاجه هو فيتامين A وهو غير متوفر أيضا بالصيدليات إطلاقا ولا بالمشافي. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. حقيقة عامر الهوادي الصحفي كنت معنا عبر خدمة سكايب من الحدود السورية التركية.